السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا حرشة بالقمح او الفينو. كتجي غزالة، كتجي هشيشة في المذاق، كتجي رطبة. انا متأكدة الا جربتوها غادي تعجبكم. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله، بالنسبة للمقادير غادي نبداو بالمكون الرئيسي اللي هو القمح او الفينو. عندي 500 غرام، عندي كاس ديال السنيدة ما يعادل 170 غرام، عندي كاس ديال الزيت ما يعادل 170 مليلتر، عندي نصف لتر حليب او 3 كيسان ديال الحليب، عندي 2 بيضات، عندي كيس من الفانيلا ما يعادل 7 غرام او 7.5، عندي 2 اكياس من خميرة الحلويات ما يعادل 16 غرام. غادي نبداو ان شاء الله. غادي ناخد اناء فاش غادي نخلط. غادي نضيف اول حاجه قبيصه ديال الملح، نسيت ما ذكرتش لكم في مع المكونات. غادي نضيف قبيصه ديال الملح، غنضيف الفاني، غنضيف البيض، عندنا 2 بيضات، غادي نضيف كاس ديال السنيدة، كاس ديال السنيدة، يمكن لكم تعبروا كاس ديال العنبة، تقدروا أي كاس عندكم تعبروا بيه السنيدة والزيت، وتعبروا بيه 3 كيسان ديال الحليب، وتعبروا بيه 3 كيسان ديال القمح أو الفينو. غادي نضيف الحليب، نصف لتر حليب، غادي نخلط بالطراب اليدوي. انا متاكده الا جربتوا هاد الحرشه اللي بالفينو غادي تعجبكم بزاف. محتاج انا نضرب بزاف. غادي نضيف السميده، عفوا القمح، وغنضيف خميره الحلويات. صافي، ونعاود نخلط. يعني ما كتاخدش هنا وقت كتير، دغيا دغيا كتوجد ودغيا كطيب، وحتى المقادير مكونات بساط، ماشي ضروري تكون عندنا سميده باش نقدروا نديروا حرشه. انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. كتجي غزاله، كتجي رطبه، ما كتجيش ميدمه، كتجي احسن من الحرشه بالسميده. الا معكم ما كانش عندكم حتى الطراب اليدوي تقدروا تخلطوها غير بايديكم. صافي، كيف ما كتشوفوا دمجت المكونات. صافي، دابا انا غادي نجيب المقله التقيل ديالي، غادي ندهنها بالزيت او الزبده ونرشها بالسميده. الا ما كانتش عندكم السميده تقدروا ترشوها غير بالفينو بالقمح، الا كانت عندكم غير واحد شويه ديال السميده تقدروا تدهنوا بها، ترشوا بها، كيجي زوين. وكيف ما كتشوفوا انا دهنت الطاوة ديالي بالزيت، عفوا المقلة الثقيلة، دهنتها بالزيت ورشيتها بالسميدة. كيف ما قلت لكم، لما كانت عندكم شوية سميدة تقدروا تكملوا غير بالفينو. جربوها، انا متأكد غادي تعجبكم، غتوليو تفضلوها هي على الحرشة ديال السميدة. غادي نكب كمية كاملة، صافي انا خويت كميه كامله. غادي نخشيها في الفران ديال الغاز على درجه متوسطه. الناس اللي عندهم فران ديال الضو يخشيوها درجه 180، يخليوها حتى تطيب من
تحتو عادو حمراء من الفوق. دابا انا غادي نخشيها في الفران وعادو نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديالها. وكيف ما كتشوفوا هذه الحرشه ديالنا اللي بالقمح بعد ما خرجناها من الفران، كتجي زوينه، كتجي هشيشه، كتجي مفرقعه، كتجي غزاله. انا متاكده غادي تجربوها وتعجبكم. غادي نخليها دابا تبرد غير واحد شويه عاد نقدر نحيدها من المقله. كيف ما كتشوفوا حيدتها من المقله، كتجي على هذا الشكل. هنا عندي بالنسبه للتزيين عندي العسل وعندي اللوز إفيلي، تزيين لكم الاختيار. انا غادي ندهنها بالعسل، تقدروا تدهنوها باي مربى كانت عندكم، وغادي نرشها برقائق اللوز إفيلي. غادي ناخذ العسل كيف الا ما كان عندكم باش تزوقوا تقدروا تخليوه بحال هكا كيجي المذاق ديالها الزوين. انا غادي نرش عفوا نكب شويه العسل غادي ندهن بهذه الطريقه. كيف ما قلت لكم الا ما كان عندكم باش تدهنوا ولا باش تسوقوا تقدروا تخليوها عفوا تقدروا تخليوها هكا. حتى انا بعد المرات كنخليها غير هكا، كندير ليها حتى شي حاجه. صافي، وغادي نرش باللوز. انا ما خليتهاش حتى بردات مزيان، خليتها غير واحد شويه باش تحيد ليا من المقله. خاصها تبقى سخونه شويه باش يلصق لينا داك العسل ويشد لينا فيه داك اللوز. صافي، وكيف ما كتشوفوا كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه ديالنا اللي بالقمح. كتجي غزاله، كتجي زوينه. غادي نقطع لكم واحد الطرف باش تشوفوها من الداخل، كتجي هشيشه وما كتجيش مهدمه بحال ديال السميده. كيف ما كتشوفوا كتجي هشيشه وكتجي رطبه من الداخل، كتجي غزاله. انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، حرشه بالقمح عوات السميده. كنتمنى ان الوصفه تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كنتمنىكم تجربوها وتخليوا لي التعليق ديالكم. اللي عجبت الوصفه يدير جيم يشارك في القناه. الى حلقه أو إلى وصفة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.